السلام عليكم تتبعي المنالية كويزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يا ربي، غادي نوجد معكم واحد الكيكه ديال خفان زربان. هاد الكيكه راها بلا بيض بلا حليب. عندي واحد ثلاثه ديال التفاحات صغار، عندي المقادير هادو، عندي واحد الكاس ديال السنيده باللنبه، عندي كاس ديال الزيت، عندي واحد السكر راني، وعندي واحد ديال الخميره ديال الحلوى، وعندي واحد الفلون كراميل. هذا لو كراميل، هذا كالتزيين. هذا غادي نديرو هاد توت الكحل، غادي نضيفو حتى لاخر الخليط والطحين بطبيعة الحال. جوج كيسان ديال الطحين، انا ما حطيتهمش لكن دابا غادي نجيبهم. جوج كيسان ديال الطحين، قميصه ديال الملحه. اش غادي نديرو؟ غادي ندير هذا التفاح، غادي نديرو في الكاس ديال العصير كما كتشوفوا. بسم الله، غادي نطحن التفاح، غادي نزيد عليه ديك الزيت. غير وقف رايح هنا، غادي نزيد السنيده كما كتشوفوا، وغادي نزيد ديك الفلون، راه ما فيها كما قلنا لا حليب ولا بيض. غادي نزيد ديك الفلون كما كتشوفوا، غادي نزيد السكر فاني السنيده انا درتها، وغادي نخلط ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا من بعد ما طحنت ديك الخليط ديالي راه كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نزيدو الطحين والخميره ديال الحلوى اللي قلنا ديال الشكاره ديال 15 ولا 16 غرام، المهم هذه عندي ديال 16، كما نقدروا ديروها ديال 15. ايوا ونتلاقاو ان شاء الله يا رب. كما كتشوفوا دابا غادي نبداو نديرو الطحين. ها الكاس الاول، بسم الله، خلطو، وغادي نزيد ديك الخميره ديال الحلوى. وعلى بركة الله واحد الشكارة ديال الحلوى كتشوفو باقي خصها. غنزيد الكاس تاني مع مرس كاس لارو بسم الله، وراه فيها قبيصة الملح راه درتها، كنضم مع هاد هدا هنا كنشوفو البركة، كنضم صافي كاس ونص ديال الزبلي. جوج لارو فايت كاس ونص، هانتوما كتشوفو دابا على بركة الله. كيما كتشوفو دابا غادي نجيب الطحين ديالي، غنديرها في هاد المول لي كيطحن من جناب. بسم الله، ندخلو الخليط ديالي وندخلها الفران مسخن على 180، ان شاء الله يا ربي حتى كطيب ونتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالها ان شاء الله يا ربي. من بعد ما خويت الخليط ديالي دابا غادي نزين بديك التوت من الفوق، واللي يهبط يهبط واللي بغى يبقى الفوق يبقى، وصافي هذا مكان. المهم هذا التزيين، تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا تخليوه حتى هكاك لا ما عندكم شي دار، ماشي بالضروره ديروا هاد التوت اللي درت انا، اي حاجه، اللوز، كاوكاو، طريفات ديال التفاح نيت من الفوق، المهم اي حاجه عندكم. التزيين كيبقى كل واحد حسب داكشي اللي بغا باش بغا يزين. وهذا ما كان، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودائما شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، وكنشكر كاع اللي ضافوا جداد، شكرا لكم بزاف بزاف، وكنشكر حتى القدام، وراكم ديما غاليين وعزاز، وخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو بفضل الله يسع عمران. نديو الكيكه ديالنا طيب ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما طابت الكيكه ديالي راه كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، راه كيجي ديك التوت من الفوق مزيانه، كتجي زوينه وكتجي لذيذه بلا بيض بلا حليب، وديال خفان زربان اخر ساعه تقدروا توجدوها. هذا ما كان.